أول وأقدم لقب اتخذ الملك في مصر القديمة هو اللقب الحوري أو اسم هورس. اللقب الحوري هو عبارة عن اسم الملك بيبقى مكتوب جوه مستطيل. المستطيل ده اسمه سيرخ ومعناه واجهة القصر، لأن القصر الملكي هو اللي كان بيحصل فيه كل الأمور اللي بتعني الدولة المصرية القديمة. كمان في مصر القديمة حورس هو كان رمز الخير والعدالة، هو الحامي للملك، وعشان كده المصري القديم صور حورس وهو واقف على وجهة القصر بيحمي الملك. هنا هنلاقي في شكل الخرطوش. الخرطوش ده هو اللي فيه اسم الميلاد. ابتدى المصري القديم يستخدم الخرطوش مع بداية الأسرة الرابعة. هنا هنلاقي اسم الميلاد لقبه صارع، يعني ابن الشمس. اللقب الوراء هنا هنلاقي نب تاوي، يعني سيد الأرضين. فالملك اسم الميلاد سينوسرت، وهو كمان سيد الأرضين. لكن هنا هنلاقي اللقب اللي اتخذه هو إن هو الحياة للمواليد.